الفنان الصاعد او الفنان الكوميدي كريم عفيفي، بنرحب بيك في الوفد النهارده. اهلا وسهلا ومبسوط اني معاكم النهارده. فاجئتنا بدور وشخصيه مختلفه واداء مختلف في مسلسل ولد الغلابه. لاول مره كسرت قوالب الكوميديا واتجهت لدور يمكن نقول جديد او مفاجاه للجمهور. يعني معايير اختارك لهذا الدور، وازاي يعني نقول هل كان في مجازفه تقدم دور مختلف بعد ما كنت بتضحك الملايين في مسرح مصر؟ هو في مجازفة طبعا، بس انا بقى لي فترة كبيرة بس على ده. يعني انا بقى لي فترة كبيرة عايز اقدم النوع ده من الادوار، وعايز العب الحاجات ما عملتهاش قبل كده، فكانت فرصة كويسة ان انا اقدم حاجة تانية الناس مش متعودين يشوفوني عليه، يعني مش متعودين يشوفوني كده، فكان حاجة حلوة ان هم يشوفوني في حاجات مختلفة. صعوبة الدور بالنسبة لك كدور مختلف عن كوميديا؟ الكوميديا انت تقدر تسيطر عليها وفنان جميل بتأدي فيها كويس، يعني ايه المحطات الصعبة في ادائك لهذا الدور؟ يعني المحطات الصعبة ان هو بيعمل حاجات المفروض ان هو قاتل، فانا كان الصعب بالنسبة لي ازاي اللي قاتل واللي قاتل اخته ده يصعب على الناس والناس تحبه برضه. يعني دي حاجة صعبة، دي الصعوبة كانت هنا ان هم لازم الناس تتعاطف معاه، مع انه ده قاتل. هتتعاطف مع قاتل؟ تعاطفوا مع قاتل وحبوا الدور وما كرهوهوش، كرهوه في لحظة وبعد كده حبوه. دي كانت الصعوبة بالنسبة لي. يعني هل يعني اضفت بعض يعني نقول جديد على ادائك للدور؟ كان في برضه مسحة كوميديا لا تاكل من الاداء، يعني نقول معايير اختيارك لهذا الدور كانت، هل وجودك مع احمد السقا الدور شخصيه مختلفه، المعايير اللي انت على اساسها قبلت هذا الدور المهم؟ يعني بص، الدور ما كانش ينفع يترفض بدايه من الورق. دور كويس جدا، جديد عليا، مختلف تماما عني، دي حاجه. الحاجه الثانيه، اضلاع العمل الفني الناجح كلها مكتمله، وجود نجم كبير بحجم النجم احمد السقا، وجود مخرج كبير زي محمد سامي، وجود شركه كبيره زي شركه صادق الصباح، دي كل العوامل وكل الجوانب تقول ان في عمل فني ناجح، فما كانش ينفع اعتذر عنه او ارفضه، لان الدور كمان حلو. يعني فوق كل ده الدور كويس. استقبلت زي نجاح هذا العمل، خاصه ان السنه دي ما حدش يقدر انا نمبر 1، بس قدرتوا بولد الغلابه ان انتوا فعلا تبقوا مع الجمهور نمبر 1؟ الحمد لله، ده فضل من عند ربنا الحمد لله. يعني طيب اسالي كده، اتفضلي سؤالك كده. اولا الف مبروك الجائزه اللي جايه من راي الجمهور في على بوابه الوفد. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. ايه شعور حضرتك وانت جاي النهارده الوفد؟ والله شعور جميل ان انا اتكرم في حزب عريق زي حزب الوفد، حزب بندرسه من واحنا صغيرين، بندرس تاريخه، فحاجه جميله ان انا اتكرم في حزب عريق زي ده. ازاي شفت الدراما المصريه السنه دي؟ جميلة، وكان في كذا عمل فني كويس، يعني الدنيا كانت كويسة الحمد لله، واللي جاي يبقى أحسن. وإزاي تعاملت مع ضغط الشغل؟ ما تعاملت شوية وبعد كده وقعت ودخلت المستشفى وبعد كده قمت تاني، يعني الحمد لله مشيت عدت. ممكن حضرتك تقول لنا إيه أصعب المشاهد من داخل الكواليس؟ أصعب المشاهد من داخل الكواليس مشهد القتل، كان صعب بالنسبة لي، ومشهد اللي أنا كنت بحكي فيه عن عيسى ده برضو كان صعب بالنسبة لي، لأنه المشهد كان طويل وكان جاي قبل التصوير على طول، فكان صعب أنه يتحفظ ويطلع بالشكل ده. ممكن حضرتك تقول لنا إيه بقى الحاجة الجاية بعد كده؟ الحاجات الجاية لسه والله لحد دلوقتي بنقرأ. حضر إيه للجمهور؟ بقرأ كذا حاجة وربنا يكرم، يعني إن شاء الله لما يبقى في حاجة أكيد وامضيها تمام هقول أكيد إن شاء الله. نورتنا، ربنا يخليك. شكراً.